الشجر تحت الشجر تحت الشجر بالبيوت عمرك شفت حرة وفيك تولد حوت حوت بيبلع كل شي دافي الزهر الحم ورقك موت تاج العزة هز الأرض يعلي الجبال قدروا ايديك للرحمن شعل لقلك شعل غدرك او النار خلي وردك يطول شوق ويلف الدار ونارك يلي شعلتها هي قبرك حضر غدرك هيا شمرك ليش فتت على أوضة أبوك ولبست ثيابه؟ روح اشلحهم، روح اشلحهم الأوام قبل ما يجي، أي والله بموتك وبموتني. ايوه من إيدك الله يرضى عليك، لك 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 شيله شيله، الشيطان شاطر، بوس إيدك الشيطان شاطر، كيف عادل؟ شو عم تعمل يا ولد؟ هات الفرد وداك هات الفرد دخيلك دخيلك يا بي دخيلك لا تضربه يا بي الحق عليك انت المهمله كيف بتخليه يفوت لغرفته ياخذ ثيابي وياخذ الفرد تبعي خلص سيدي خلص هلا برجع كل شيء لمحله تعي وطلعي فيه لفوق حاضر يا بيك حاضر تعال لك لك هون لك ليش هيك عملت لك شو فوتك على الأوضة لك شو فوت لا بقلك اللي بس تقدرت والله لا بقلك الحقيقة يا مصطفى أفندي نحن قارين فتحت كامل على كريمة رجل من أفاضل الناس بهالبلد الله يرحمه ويحسن إليه من شان هيك من بعد إذنك أنا رايي اتجوزه لكامل كامل بيضلوا ابنك يا أبو كامل وبيجوز إلك فيه أكثر مني أنا كتر الله خيرك كتر الله خيرك أنا مشان هيك طمعان بكرمك وبدي أطلب منك طلب تاني خير يا أبو كامل بدي إياك تنسى موضوع السفر أنت لازم تضل معنا هون وأنا رح دبر لك شغل كويس ويليق فيك ورح أشتري بيت تسكن فيه أنت وكامل وعروسته شو بك مصطفى أفندي؟ وين شردت؟ ما بعرف أنا حاسس إني نزعت عليكم حياتكم يا أبي مشان الله لا تحكي
بالعكس أنا كتير مبسوط من بعد ما تعرفت عليك، على القليل اللي عرفت أصولي. شو قلت أبو أصلان؟ أنا ما راح كوني تقيل عليكم إذا كاميل ما بده يسافر. أنا برجع لحالي لبلدي. لا يا أبي لا، أنت بتضل معنا هون. شو بدك تعمل ببلد مالك في حدا، لا أهل ولا قرايب؟ أنا برأيي تبقى هون يا مصطفى أفندي، هي ابنك ولقيته والحمد لله، وشغل رح أمن لك أنا، ولما بدك تزور البلد منروح كلنا سوا، أنا وأنت وكامل، وهيك كامل بتعرف على بلد أبوه وبلده كمان. تفضلي مرت عمي. يسلم والإيدين. إن شاء الله صحة وهنا. وهي بي؟ نعم. بدي أسألك. تفضلي. أخوك يلي توفى الله يرحم شو اسمه؟ اسمه جميل، جميل الصافي، كان رئيس البازار كله، يلي هلأ ابن عمي أسعد استلم مطرحه. جميل الصافي مظبوط، هذا الاسم يلي ذكره مراد بيك والزلمة يلي كان معه. وشلون مات؟ لا تواخذيني، عم بفتح لك جروحاتك، بس يعني حابة أعرف. أخ يا مرت عمي أخ، أخي جميل راح بلمح البصر. بليلة من الليالي كان متفق هو وأسعاد إنه يروحوا ياخذوا سلاح وزخيرة. قام الفرنساوية الله لا يوفقهم، كانوا عارفانين، عملوا له فخ وقوصوا يبعث لي حمى واستشهد برضه. الله يرحم. هيك لكان أسعد عم يضحك على هالجماعة الطيبين، وبعد ما باع الزلمة للفرنساوية قعد على الكرسي تبعه. تفو يا عيب الشوم عليك يا أسعد، وأنا يلي قلت إنك تغيرت وصرت بني آدم، وين بدي خبي وشي من عمايلك؟ وين؟ مرت عمي كل اللي بإيدي. والله مو جاي على بالي. يو لك خلينا عم نتسلى لبين ما يجي أسعد ونحط العشاء. ها ابن حلال. لا افتح له عشاء. عشاء شو مع واحد ملوت ايدي بدم الناس؟ اخ يا هني اخ، المشكلة انه أسعد ابنك، ابن بطنك. طلعنا فيها شو بس بقولي من انتو. امشي لك. امشي امشي. شو في؟ والله ما بعرف، خليك انتي، انا رايح اشوف شو في. لك شو في؟ انتي جاي تخربي علي حياتي؟ بدك تهدمي لي كل شيء عم ابنيه؟ معقول أنا أخون للرئيس جميل؟ شو هالحكي؟ هذا الرجال الله يرحمه هو شغلني، وهو جوزني أخته وسكنني بالبيت هون، يفضلوا علي ما بنساه كل عمري، أنا بدي خونه؟ لكان ليش مراد بيك وضيفه حكوا عنك هيك؟ شو بيعرفني؟ هنن عم يفكروا هيك، شو ساوي يعني؟ لك يا أمي، أنا والرئيس جميل كنا سوا، ونزل علينا رصاص مثل زخ المطر، أما انصاب هو ومات، قمت أنا نفذت، شو بدك يعني موت لحتى ترتاحي؟ سبيني يا أمي أنا ما بعمل هيك شيء. لعم معقول؟ معقول أنا سلم الرئيس جميل للدرك؟ شيلينا من هالسيرة الله يرضى عليكي.
قبل ما تسمعك وهيبة وتفكر انه هذا الكلام مظبوط. الله يعطيك العافية وهوب. الله يعافيك يا عمي. ان شاء الله ما يبلو لها نامي. تسلمي. اهلا وسهلا مرت عمي، والله نورتينا. شوفي شو هالطول هاد. مد ايدك امي، مد ايدك. صحتين وهنا. اهلين والله. اخيرا عرفنا مين اللي حرق الفلوكه. مين بقى سيدي؟ عم تقول مين؟ عامل حالك اجدب وعم تقول مين؟ لاني ما بعرف شيء، واذا حدا ما وصل لغير الحكي بيكون كذاب. لا مو كذاب، ومظبوط وميت مظبوط. انت ومرتك دبرتوا حريق الفلوكه مشان تنتقموا مني، لانه رجالي هن اللي خطفوك. يا ريس صلي على النبي، انا مرتي اولا مطلقه، ولو كنت عامل عملي عن جد ما راح اخاف وراح احكي. والله لخليك تعدم عافيتك انت ومرتك هاي اللي عاملي على بطلي. سلطان حطوه بالكيس اشوف، وخذوه محل ما قلت لكم، بكره بتشوفوا شو بدنا نعمل فيه. يلا هاي المرجله يا ريس. يلا هاي المرجله. ماشي خطفوا رجال الأخطبوط، واحد اسمه سلطان وواحد اسمه صبري، هجموا على الحوش مبارح بالليل وأخذوه معهم. وليش لا ياخدوه؟ ما بعرف، بس جرجس عم يقول أنه الأخطبوط بده ينتقم منك لأنك حرقتي له الفلوكة. هذا اللي كنت خايفة منه، لهيك ما كان بدي عم الشيخ ياسر يحكي الحقيقة. مسكين هالعبد القادر، يا ترى عم يعذبوه. شو عم تعملي؟ لك شو بدك تعملي؟ إذا سألتك الحاجة وين رايحين قلي لها نازلين عالسوق. جوز ما تخليكي تطلعي. أنت قلي لها هيك وبعدين تركيني وروحي على بيتك. لك مين اللي خطفه؟ مو شغلة مكوين؟ والله يا شيخ ياسر، عبد الأخطبوط أنكر إنه حدا من جماعته عمل هيك عملة. شلون يعني أنكر؟ شلون؟ إذا في ناس بعيونهم شافوا اثنين من جماعته عم يشحطوه من بيته شحط. ومين اللي شافه؟ خلينا نواجهه مع عبد الأخطبوط عينك عينا. يلي خبرني طلب إني ما أذكر اسمه لحتى ما حدا من جماعة الأخطبوط يتعرض له. إيش يا أخي؟ يعني شو نعمل؟ شو الحل؟ الحل إذا الأخطبوط ما رجعوا لعبد القادر، أنا بذات نفسي راح أشتكي للكركم. بدك تشتكي على الرئيس البور؟ حتى لو كان متصرف، أنا ما عندي كبير غير رب العزة. لو تسمعوا عن عمايله بالميناء مو ناقص غير يشلح التجار كيابا، طالع اكل نازل اكل، طالع اكل نازل اكل. مزبوط، الاخطبوط ما بيحرك شغله بالبور الا يقبض عليها، الله لا يشبعه. طولوا بالكم يا جماعه، طولوا بالكم، ما في مشكله ما لها حل. المهم نفكر وين ممكن يكونوا مخبينه لعبد القادر. معقوله؟ معقوله كلام جرجوس والشيخ ياسر والاخطبوط والناس كلها يكون مزبوط؟ معقولة تكون حورية هي اللي عملت كل هالشي؟ والله ماني عم صدق. إذا كان هالشي مزبوط لعما شو بكون ظلمتها؟ إيه قديش ظلمتها؟ كتير. بتروح بتفهمني هالبهايم؟ بدي الشحن يكون خالص قبل أذان الظهر، وإلا بكبهم كلياتهم بالبحر. أمرك يا بيك. وينو سلطان؟ عم يتفاوض مع تجار حمام، قال شو؟ مو راضين يدفعوا بالتي هي أحسن. بدهم يدفعوا غصب عنهم، واللي ما بيدفع بتكبوا له بتعطوا بالمي، فهمت؟ حاضر يا بيك. روح. عندك يا أخي عندك. استناني أنا راجعة. عمرك راحة. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. مين انت؟ ما عرفتي مين انا ما هيك؟ هلا بس فجر لك راسك كل الناس برا رح تعرف مين انا. انت حورية مرت عبد القادر ما هيك؟ طلعت ذكي وعين الله عليك. بتخبرني وين اخذوا رجالك جوزي ولا فضي هذا الفرد براسك؟ طولي بالك يا اختي، والله ما بعرف عن شو عم تحكي. معناتها انت اللي جنيت على حالك. طولي بالك طولي بالك، خلص بحكي بحكي. يعني بتعرف وينه؟ ايه بعرف. هلا بتطلع بالحنطور وبتقعد جنب العربجي، واي حركه هيك ولا هيك بده يكون اليوم اخر يوم بحياتك. طيب. اطلع قدامي. طيب.
العربجي. اطلع يا اخي. مخبي عبد القادر. حورية ظاهر يا شيخي، حدا من رجالي متولي وحاب سلع عبد القادر جوا. يا حيف عليك يا عبدو، يا حيف. من طول عمري اسمع عن اعمالك الوسخه وما صدقها. الله يرحم ابوك، الله يرحم ابوك، على قد ما كان ظريف وابن عالم وناس، بس يا خساره ما عارف يربيك. قلت لك يا شيخي انا ما دخلني. سكوت سكوت ولا تحكي ولا كلمه، احسن ما اخلي اهل السوق كلهم هلا يذبحوك. تفضل يا شيخ. هذا الفرد على واحد من شغل الاخطبوط اسمه ابو طنوس، شلحته اياه من زمان. بعد يا ابني امرك. صار قدام تجار السوق قد الكمشة. تخيل وحدة حرمة حاملة عليه الطبنجة وهو ناخخ. معقول؟ مو بس هيك، لو تعرف كيف عم يمشي أمور البور، عم ياخد خوة من الناس كلها، والتجار مزعوجين بده يشتكوا عليه. عدم المؤاخذة يا كبير، يعني أنا ما عم أحكي هيك مشان شي لا سمح الله، أنا عم أخبرك مشان تعرف كل شي عم يصير ورا ظهرك، خصوصي إنه الأخطبوط يعني محسوب على جنابه كله. أنا غلطان؟ اسمع يا أسعد، انت شاب قبضاي وامين، وانا عجبني شانك. هذا الاخطبوط صاير عم يخبص كثير، نعم فكر اني حطك مطرحه، بس مو هلا، بعدين. هلا خدامك يا كبير، واللي بتامرني فيه بساويه على عمياني. روح على شغلك هلا. امرك. الأمور شي يا بي؟ سلامتك. يا الله يا الله. تاج راسي وعمري، عمري اللي مستعدة ضحي فيه مشانك. أنا سامحتك، والله العظيم سامحتك.
راح ردكم لبعضكم البعض بإذن واحد أحد. تسلم يا نوري. على راسي يا معلم. لك نوري، هلا يعني انت صرت تعرف تشتغل كل شيء؟ على كيفك يا ريس اسعد. وفاري ما عليك. اصبح وينك؟ من بكره ورايح بتخلي هاشم على جنب، ما بدي اياه يتدخل بشغل السوق ابنه، فهمت علي؟ فهمت عليك، بس ليش؟ لك اخي ما بدنا حدا يشاركنا برزقنا. بدي كل شيء طالع يكون إلنا بس، يعني إلي وإلك. بقى فاهم شو بدي إلك؟ قول قول يا كبير. بتخبر الكل إنه ما عاد في بازار سمك، كل السمك اللي بيطلع من البحر أنا راح أشتري، فهمت علي؟ إيه ليش لا، بس تعب الصيادين. تعب الصيادين أنا بقدره، واللي ما عجبه يقعد ببيته. أنا ماني فتح هون، معرفت بهاين. خلص مثل ما بدك، اليوم خبر الكل، بس هيك رح يزعلوا منك تجار السوق. شو هالحكي؟ عم حكي نوري. ايوه شغله ما بتفهم فيها لا تحكي فيها، فهمت؟ فهمت. ان شاء الله بينفلقوا. بده يشتري سمك بيجي بيشتري من عندي وبالسعر اللي انا بحدده. ندع لجوا نضب. ولك انت ما بتستريح على حالك؟ مره جرك من البور للسوق وحطت طبنجه براسك؟ هالشي ما صار يا بي. لا صار، وانت بتعرف انه كل شيء بيصلني. بعدين ولك عنده يخرب بيتك ولك العالم كله كرهانتك. نحن قلنا لك الحاس اصواتك مو تاكل الصحن كله. بس يا بيك انا عم وصل لك المعلومه اول باول. بعرف انك عم توصل لي المعلومه، بس لا تخلي الناس تكرهك. الطمع هذا بدك تبطله، والا قسما عظمه برجعك للسوق تبيع سمك. الملعنه بدك تبطلها. حاضر يا بيك، انا غلطت، منك سماح. ولك المغرب يغلط مره واحده مو ميت مرة. لا حاضر. هي اكيد جارتنا ام خليل، عرفت انه رجعنا. حورية انا خجلان من حالي وخجلان منك كثير كثير. لا ابن عمي، انا اللي اسفه، كل اللي عملته كان تهور وغلط. لا 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 يا حورية، انت غلطتي بس وقت ما خبرتيني، واللي عملتي شيء كبير كثير كثير. طلعتي اخت رجال وانت متجوز اخت رجال. ابن عمي ما بدي لي عليه، بحملك كل عمري. بس مين اللي وصل له الخبر لمراد بيك؟ ما في غيره، هذا أسعد. ما حدا من السوق له علاقة مع مراد بيك غيره. بسيطة يا أسعد، أنا بفرجيك. بدك تلعب من وراي بعد ما وصلتك لمريسة السوق؟ الحق عليك يا أخطبوط، أنت اللي كبرته بإيدك. أنا لازم لاقي حل معه، ما بدي إياه يخرب علي عند الأشياء بعد ما وصلت لهون. يا إما بتفق أنا وياه، يا إما لازم أتخلص منه. معقول ما عاد في مزاد على السمك؟ هذا يا سيدي باللي أنت قال شو؟ بعد اليوم الرئيس اسعد راح يشتري السمك كله. ايوه يا حياتي ما سمعت هالفرمانات. شو هالحكي؟ لك يا اخي لا شو مكبرين القصه،
نحن صياده، صياده وبس. السمك اللي منطلعه من البحر مين اشتراه يشتري؟ شو دخلنا؟ ما شاء الله عليك. شوف عمان يا سيدي، بدك شبه وخرز زرع. لك يا اجدب، لما الرئيس اسعد بده يشتري السمك يعني ما في راس غيره، بيشتري السمك وما حدا بزود عليه وبالسعر اللي بده اياه، فهمت؟ نعم. هي شلون فاتك دي؟ بس غريبه، ليش الرئيس اسعد ليعمل هيك عمله؟ لك يا جرجس يا شباب، صدقوني هذا الرجل في نوايا خبيثة براسه يا أخي. يا أخي أسعد مو هيك، أكيد أنتوا عم تظلموه. يا سيدي جاي الأيام وبورتيك إنه كلامي الصح. شو سليمان؟ ما برتاح ليه؟ لك حليه يا وعم بيقولوا إنه دخلت حورية على السوق مثل دخلت أبو زيد الهلالي وخلصت جوزها من بين إيدين رجال الأخطبوط. إيه والله هالقصة مثل الكذب، لو ما كانوا أهل السوق شاهدين على الحكي كنت قلت إنه كذبة وما بتتصدق. ليش ما عرفتوا إنه حورية هي اللي حرقت فلوكة الأخطبوط؟ معقول حورية يطلع منها كل هاد؟ إيه الله محيي البطنة اللي حملها. إيه لا معليش، كمان حورية غلطت كتير. بحياتكم شفتوا مرة عملت اللي عملته؟ إيه ليش حتى ما تعمل هيك؟ أصلاً المرة ما بتفرق عن الرجال بشي. انتي سكتي وضبي لسانك لجوا، على المرة ما بتفرق عن الرجال بشي. شلون هذا الحكي؟ طول عمره الرجال رجال والمرة مرة. بحياتكم شفتوا مرة إلى شوارب ولحية. ولك صحيح كمان؟ إيه وقت كتب الكتاب؟ إن شاء الله عن قريب. ندرًا علي لأعمل لك عرض مصاريف بشط اللادية كله. وأنت؟ أنا أغنى يا حسر علي، مين بده يحط إيده بيده بلال؟ صلي على النبي، صلي على النبي. اللهم صلي على النبي. بلالو؟ قول. أبي معجب فيك بشهادتك. أنا؟ لك إيه أنت؟ بصراحة بصراحة، أنا رح كون أسعد واحد بالدنيا لو أبوك بيجي بيطلب إيد أختي. يا شباب، الشغلة ما بدها خجل. بعدين نحن عم نشتري رجال. مرحبا شباب. اهلين وجريج، كيفك؟ اجيت بوقتها. شو خيو، شو رايكم نلعب ورا؟ لعيونك. يلا اهلين بالشباب. والله تعال حبيبي تعال. حياة نعم يا امي، اعملي لنا فنجانين قهوه. ايه على شو بكي سلمى؟ عمتي ماني كم لحظة انه اسعد جوزها لوهيبة صار له كم يوم ما بعت لنا غلة المحل. بجوز الشغل دائر واسعد خجلاني قلنا. على كل اذا احتجتي شيء انا بقول لوهيبة هي بتخبره. لا عمتي لا، نحن ما لنا محتاجين شيء والحمد لله، بس يعني نحن اصحاب الرزق، ما بدي احس لا انا ولا بنتي انه عم نشحد حقنا شحادة. لا يا سلمى، شو هالحكي اللي عم تحكيه؟ اسعد مو هيك ابدا، بس مثل ما قلت لك بجوز الشغل دائر، هو ما بده يقلنا خجلان. شو رأيك نروح نزور نور بنت نسيمة؟ منروح عمتي منروح، واجبنا ولازم نعمله. وهذا كل اللي سمعته يا رئيس. هيك لك. ايه شو علي هيك؟ لك الله يديمك يا رئيس، يخلينا اياك يا كبير، ولك على راسي شواربك، قصي شي رئيس؟ يعطيك العافية روح. يا نوري. أيوه رئيس أسعد. تعال عندي تعال. أمرني أبو خالتي. وينك؟ تمنع لهذا الواطي سليمان ينزل مع الصيادين 10 أيام، شو فهمت؟ إيه مثل ما بدك، بنمنعه. وما بترجعوا على الشغل إلا لحتى يجي يبوستر مايتي هون. إيه شو عليه؟ لازم يبوستر مايتك. تريد شي ثاني؟ روح، روح سوي لي أرجيلة. تمام راجل.
أمي. نحن بس مننفذ كل شيء بيطلبوه منا الاخطبوط. روحوا اعملوا هيك وروحوا اعملوا هيك وبالاخر هو بيبلع كل شيء. لك خراس وبلا لعي. سلطان نحن شو بنفرق عن الكلب الوفي لصاحبه؟ لا سيدي بنفرق، الكلب بيطلع له عظمه، نحن ما بيطلع لنا ولا عظمه. والاغرب من هيك إنه بيجي واحد مثل أسعد بتريس على سوق السمك بعد ما يروح الريس جميل هو والأخطبوط. لك شو عم تحكي أنت؟ مو هي هي الحقيقة أبو الياس؟ يا أبو الياس؟ لك إيه؟ شو نايم؟ ولك يقطع عمرك على السؤال ما بهمك. إيه شو شايفني؟ عم بروس؟ في مجال تعملنا نفس أركيلي وكاستين شاي على كيفك؟ ولك يقطع عمركم انتو كيفكم ما اخلصكم، ولك يقطع عمركم، ولك ان شاء الله. اخ حاضر. لك وين جاي؟ جاي العمامي فتلني الفتله يقطع عمركم. لك منيح اللي كان ابو الياس نايم وما سمع تخبيصك. تعرف انت لو الأخطبوط سمعك عم تحكي هالحكي كان أصل لك لسانك وزده للكلاب. لك يا أجدب ما شفت بعينك شو سوى بقبض النقص. شو الله بلاني فيكي لأقضي عمري كله مع وحدة مثل حكايتك؟ مد إيدك ابن عمي، كلك لقمة. لا روحي، أنا ما حأكل ولا لقمة، لأن شبعت لما شفتك. صحة وهنا يا تاج راسي. إيه صحيح تذكرت اليوم أمك قبل ما تروح قال بجوز ما تجي تنام عنا الليلة. أحسن. أحسن؟ قصدي بجوز في شيء بدها تسعي بيت مراد بيك او ممكن تكون مرتاحه هنيك اكثر عنده. اسحى قل لي بصراحه انت ما بدك امك تقعد عنا؟ لا شو هالحكي لك وهيبه، بس يعني انا ماني حابب لبكك فيها ولا ضايقك معها يعني بس هيك. يا عيب شو؟ شو هالحكي؟ اصلا هذا البيت بيتك ومن يوم ما الله كتب لنا نصيب على بعض وانا بعتبره بيتك، يعني ما في سقفك وسقفي، سقفنا نحن الاثنين. يا لطيف انا شو هيك مبسوط ومرتاح معك؟ يعني الله بيحبني انا لك وهيبه، والله الله بيحبني. شو بكي؟ ليش بوزمتي؟ لاني حارمتك من الاولاد. لا يا وهيبه، انا عيشتي معك نستني الاولاد وهم الاولاد، بعدين انا ما بدي شيء يلهيني عنك بنوب، هيك انا بدي راسي لراسك عيش معك. لك الله يخلي لي اياك وما يحرمني من هاللسان اللي بنقط عسل. قال ابن عمي ولا ما عجبك طبخي؟ ايه شو هالحكي؟ بسم الله الله يجبر بخاطرك الهي. شي حلو والله، مو ناقص اللي يجيني اولاد منك. يخرب بيتك على هالشكل. مثل ما عم قلها المصاري اللي مخبيه ابو بلال ارمطتها الفيران. لا 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 يا ابي بلال، لا حول الله، بس هي اخرت الكحتنه ومسك الايد، مشان هيك معناته اليوم ما نزل هو وولاده. ويا ريت الشغله وقفت انه راحت المصاري وخلصنا. لا تقلي صار له شيء على هالخبريه. الرجال وش على الاخر بعد ما سمع الخبر وصار يحكي مع حاله يا حرام. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عمله بايده، عمله بايده يا ابو محمود.
يا سلمى يا حبيبتي، جميل صار له متوفي أكثر من 6 شهور، والحزن هيك على طول الله ما بيريده. أخ الله يرحمك يا أخي، كان شمعة هالبيت. شو أعمل يا عمتي؟ خياله ما عم بفارقني أبدا، صوته لهلأ عم بيرن بأداني، تقولي روحه وما تركت هالبيت. معك حق يا سلمى، بس نحن شو بدنا نعمل؟ ربنا هيك خلق الدنيا، ناس بتروح وناس بتجي، يوم حلو ويوم مر. حبيبتي بدي اياكي ترجعي لحياتك العادية، تروحي وتجي وتعملي زيارات. شو هالحكي عمتي؟ شو بدها تقول الناس علي؟ لك دخيلك يا سلمى دخيلك، الناس بتحكي بطعمة وبلا طعمة، إذا بدك تسمعي لكلام الناس ايه ما بترتاحي. هلأ قليلي وهيبة، كيف الشغل؟ لا تعكلي هم، أسعد داير باله كتير منيح، ايه والله ما عم يلفي على البيت. ايه والله طلع شهم وحنون، شايل كل الشغل على كتافه. أمي خلصت فضل غسيلات، شو أعمل فيهم؟ طلعين شريون على الأسطوح، يعني شو بدك تعملي فيهم؟ طولي بالك سلمى، ليش كل هالعصبية؟ مو سامعتي يا عمتي، صارت عروس ولسه ما بتعرف شو بدها تعمل بالغسيل. ايه طولي بالك، طولي بالك مرت أخي. أبو كامل. شو؟ بس ما قلت لي مع مين بدك تفتح الموضوع؟ مع الريس أسعد، جوز عمتها للبنت، لأنه هلأ هو ولي أمره بعد وفاة المرحوم جميل. يلا بدك شي؟ سلامتك، ميسرة إن شاء الله. خاطرك. مع السلامة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله يسلمك. تشكرك. أهلا وسهلا. نورتنا شيخ ياسر. الله يخليك ويرضى عليك. يسلموا يسلموا يا ريس يسلموا. أهلا وسهلين. شرفنا أبو كامل. يسلموا الإيدين. شرفتنا أنت وضيفك مصطفى أفندي. الله يزيدك شرف يا ريس أسعد. يا أهلا وسهلا. الحقيقة يا ريس أسعد، إحنا جايين لعندك بخصوص موضوع كامل وحياة بنت المرحوم جميل الله يرحمه، على اعتبار إنه المرحوم وأبو كامل قروا فاتحة الأولاد من زمان، وعلى اعتبار إنك أنت هلأ مقام المرحوم ولي أمر البلد. وشو المطلوب مني شيخ ياسر؟ بصراحة الجماعة طالبين يكتبوا الكتابة بأسرع وقت. طيب أنا رح شوف الموضوع ورد لكم خبر. خبر شو يا رئيس أسعد؟ نحن جايين مشان نحدد موعد كتب الكتاب يلي تأجل بعد وفاة المرحوم أبوه لحياة. مزبوط عمي أبو كامل، بس الحقيقة أنا ما بون على حدا بتحديد موعد كتب الكتاب، بضل أنا رجال غريب بالنسبة له، مشان هيك أنا لازم شوف الجماعة وشاورهم. بعدين بجوز البنت غيرت رأيها من وقت لهلا. الرئيس أسعد عم يحكي جد، عم يحكي صحيح، خلي شاور الجماعة وبعدين رد لنا خبر. شوي شوي خفل لي ايدك، شبك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. جلال جلال تعال تعال اقول لك تعال، شلون صار ابوك؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا عمي ابو محمود، الوالد هيك على طول قاعد وساكت بس بيتطلع فينا. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب شوفوا له شي حكيم يطمنكم عليه، يعطيه شي دواء بلكي بيمشي حاله. لك شو دواء ما دواء يا عمي ابو محمود، خليها لله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. ابو محمود ليش شو صار معه؟ بلال صيف على الآخر، اشتغل اشتغل. الله يعافيه يا رب. شو وين يا عم خليل؟ شو وين؟ هلا اشتغلنا بأكثر من 20 قطعة سمك مشان يبعت لي أعطيهم كل واحد 4 قروش، دخلني معهم يا رجل. والله العظيم لو العالم محتاجة لا اشتفهم بوشك. لك يا عبد الله طول بالك، تعال اقول لك يا اخي نوري ما دخلوه.
لكن مين دخلوه؟ مين دخلوه؟ هي اوامر رئيس اسعد. هالشو ما عجبوش شو الشكل الثاني. شلون شلون؟ قال الرئيس اسعد. شو عدم ابدا ما عم افهم؟ ليش تغيرت معاملة الرئيس اسعد معنا؟ وبعده شغلنا مثل ما هو، وليش حرام سليمان 10 ايام من الشغل؟ طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، طولوا بالكم الا ما نفهم السبب. اعطيهم. شو يا رئيس عبدو؟ ما فهمت عليك. مو ما فهمت، الظاهر ما سمعت اللي حكيته معك. ماشي يا سيدي، عيدوا سمانة. بدي اشتري كل فلوكات جميل الصافي. شو هالحكي؟ وشو بدك يعني اشتغل انا؟ ناطور درة ولا ناطور فلايك؟ والله هي مو شغلتي. الظاهر انت ما بتعرف انه هاي الفلوكات كانت للمرحوم ابي. ولا انا بدي استرجع كل شيء كان يملكه الوالد. بس هي حقها غالي كتير يا رئيس. جاهز، اللي بتطلبه أنا جاهز. شو بدها تفكير كتير؟ لا، الشغلة بدها اتفاق. شو يعني؟ إذا بدك تشتري الفلايك بنعمل اتفاق بيناتنا إنه أنا بشتري كل السمك اللي بيطلع من البحر. لا والله وشاطر، بتعرف تلعبها مزبوط. والله يا ريس، اللي بيعيش بين الوحوش بيطول أظافره. بس هيك ما رح نتفق. وأنا ما رح بيع. طيب شو رأيك نتفق على شراكة؟ شراكة؟ شلون يعني؟ يعني أنا بشتري نص الفلايك، منصير شركة نص بنص. منيح؟ ايه. مرتب أمور مكتبي ومكتبك ومنتفق على نصيب الصيادين. بس أنا ما حأعطيك فرصة أكثر لتفكر، لأنه إذا ما وافقت على اللي بقوله أنا راح ضايقك. أنت بتعرف مين هو عبد الأخطبوط ما هي؟ إيه بعرف. أعطيني يومين بضاعة وبعدين بخبرك. لا، هلا بدك تعطيني جواب. حق الوحدة 15 ورقة. 15 ورقة. جاهز، ندفع. بس بدنا نتعهد. على شو؟ نحمي بعضنا قدام الأشهب. يعني مو حلوة هي توصيل الحكي والقر والعجن. موافق؟ موافق. لك أويس الحكي يا أبو بلاد، حدا بيخبي 365 ورقة بالأبو يا مفتري. ولا يهمك عمي أبو بلال، ولا يهمك. المصاري بتروح وبتجي، مزبوط اخي ابو محمود؟ لك شو عم تحكي انت يا ابو سليم؟ ليش هدول المصاري؟ لك هدول 365 ورقه بالتمام والكمال، إيه؟ هي اذا ما كان في معهم فراطه كمان. انه يا منظوم معك 365 ورقه وماسك ايدك عن عيلتك واولادك كل عمرك وما بتطعميهم غير خضره البيتي وما بتلبسهم غير اواعي العتيقه؟ ابو محمود فرطه بقى. لا وكامل ما بدي افرطها. اتركني احكي، من شان الله اتركني، رح تفقع مراتي منه فقع. لك هالمنظوم الملقح قدامكم هاد كل عمره كاسر ايده وعم يشحد عليها وعامل لي حاله مسكين ودرويش، واذا طلبت منه شويه ورق خس مشان رتب فيهم التتنات تبعي لك بيبيعني اياهم بيع وهو شو مخبي المصاري على قلبه كوام كوام. ابو محمود جاي لهون حتى تشبك بالزلمه؟ لا يا ابو كامل، حاشا اني اشبك بحدا. بس لو انه هذا المنظوم صارف هالمصاري على حاله وعلى عياله مو كان احسن؟ هي اخره الايد المضبوبه، يا اما بيفطس صاحبها وبتروح مصاريه للورثه، يا اما بينسرقوا منه سرقه، يا اما بتاكلها الفيران مثل ما صار معه. خلصنا ابو محمود، خلصنا من شان الله، هلا مو وقت هذا الحكي، اللي راح راح يا اخي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك يا ابني، الله يعوض عليكم بجاه الحبيب محمد. الله يسلمك عمو ابو كامل، شو بدنا نعمل؟ هذا نصيبنا. شو هالحكي سلمى؟ هلا اسعد صار له يومين ثلاثه ما اعطاكم مصاري؟ ايه مثل ما عم اقول لك يا وهيبه، بقى بتفهمي لجوزك، انا بدي الغله كل يوم بيومه، هذا رزقي ورزق بنتي. وليش هيك عم تحكي سلمى خانو؟ اصلا من يوم ما مات المرحوم لهلا وجوزي فاتح لكم هالبيت من بابه لمحرابه وما نقص عليكم قشه.
وهبة شو بك؟ شو صار لي؟ سلمى ما قصد شي، ما حكت شي. لا حكت، حكت كلام ما بينحكى بنوب، ويكون بعلم الخانم انه انا كمان الي حق بورتة اخي الله يرحمه، يعني جوزي اله حق فوق ما عم يشقى وعم يتعب، لا حمدا ولا شكورا. وهبة انا ما قصدي شي من اللي انت فهمتيه، كل اللي عم اقول لك اياه انه هاد حقي وحق بنتي وانا لازم دير بالي عليه. بترجع بتحكي نفس الحكي، لك اللي بيسمعك بيقول اسعد نصاب ولا حرامي، لك الله وكيلك بيحسب حسابكم قبل بيته، بيقيم حسابكم من راس العرمه، خاطركم يا وهيبه. الله يصلحك يا سلمى، مالك حق بهالحكي انت. ليش انا شو حكيت معها عمتي؟ كل اللي قلت لها يا انه جوزها له يومين ثلاثه ما جاب لنا الغله، غلطت اني عم طالب بحقي وحق بنتي. يا سلمى بتعرفي يا نقوزه، ليش هيك تحكي؟ هلا هيك قالت لك مرت اخوكي؟ بسيطة. عدم المؤاخذة ابن عمي، حقه انت صار لك يومين ثلاثة لا بعت لهم اغراض ولا عطيتهم نصيبهم من الشغل. مزبوط الحكي مزبوط يا وهيبة. شوف ابن عمي، انا ما بيهون علي حدا يجيب معدلك بكلمة او ياخذ على خاطره منك او يزعل. اخ يا وهيبة شو بدي اقول لك؟ لقلك صدقيني الشغل دائر هاليومين ثلاثة، يعني مو مطالع همه. على كل حال انا رح امره لعندهم اخذ لهم شوية مصاري ومن كيسي الله وكيلك ها، لحتى ما يحسوا لحظة إني أنا مقصر معه. تقبر قلبي، شو قلبك طيب وحنون؟ هيك الله خيريني، شو أعمل؟ شو أعمل؟ صدقيني إذا بلاقي عصفور جوعان هيك بتيجي الدمعة تنفر من عيني. المهم مرت أخوك خلصت عدتها ولا لسه؟ خلصتها من زمان، ليش عم تسأل؟ ما في شي، بس بدي أشوفها وش لوش، شو هالحكي بدي أتفاهم معها. أختي أنا زلمة حقاني ولو كان على قطع رقبتي. بعدين بدي اسالها عن موضوع بنتها عشان بنتها حياتي. يعني حياة؟ بخصوص شو؟ ما بعرف، في قصة كتاب كتب كتاب ما بعرف هذا لابن ابو كامل، ابن الاسطنبولي اللي مربيه ابو كامل. اي والله مزبوط، من زمان ابو كامل واخي جميل قارين فاتحتهم من وقت كانوا اولاد صغار. تفضل يا كبير. يكون بعلمك أنا رح أقبل منك المبلغ هالمرة وبس، المرة الثانية ما رح أقبل لأني بعرف السوق شو بطالع. اللي بتأمره يا بيك، بس طول بالك علي شوي لحتى أقوى بالسوق، وساعتها رح خلي التجار يدفعوا اللي بدك يا. فوت لجوا يا ولد، فوت لجوا. الله يخلي لك يا بيك، الله يخلي لك يا. الله يسلمك. كنت عم فكر انه صار لازم بقى تفرح بالمحروس. مين قصدك؟ ابنكم عادل الله يخلي لكم اياه، والعروس موجوده. انا حبيت اخدم من محبتي فيكم يا بيك. ومين العروس؟ بنت المرحوم جميل الصافي، بنت من 20، ادب وجمال وكمال واخلاق. يا بيك ابنك لازم تفرح فيه، مو معقول بجوز رب العالمين هيك يتطلع بوشي ويركز على جوازي وبتصيرها بتصير. الله لا يوفقك. لك انت شو عم تخبص؟ كيف بدك تجوز عادل لبنت المرحوم جميل؟ كيف؟ وين الغلط؟ منصير قرايبين انا ومراد بيك، واذا ما بده ياخذها لابنه عادل يتجوزها هو اذا عجبته. بدك شيء؟ لك انت شو؟ اه شو؟ من انو طيني؟ من طينة العفاريت والشياطين؟ فكرتك عقلت بعد ما هربت من الضيعة؟ تاريك مثل ما أنت قدر. هذا رأيك فيني يا أمي؟ الله يسامحك، هذا بدل ما تفتخري فيني تفتخري بابنك أسعد؟ ولا أنت مالك متعودة غير تفتخري بهداك؟ ولك خرس خرس، ولا تجيب سيرته على لسانك، لأنه ما في أطهر وأشرف منه. والله العظيم ما بعرف كيف حملتك وحملته بنفس الوطن. قلبي الدفى جوا الصفا بين الحق الما بيموت، موج البحر بين البشر تحت الشجر بين البيوت. عمرك شفت حرة وفي بطولك قوت، قوت بيملى كل شي دافي الثور الحب ورا جوا الصفا بين الحق اللي بيموت، مو بالبحر بين البشر.
البشر تحت الشجر بالبيوت. عمرك شفت حرة وفيك تولد حوت؟ حوت بيبلع كل شي دافي الزهر الحب ورق الموت. تاج العز هز الأرض يعلي جبال، قدروا ايديك للصحبان. شعل لقلك شعل غدرك او النار، خلي وردك يطول شوق ويلف الدار، ونارك يلي شعلتها هي قبرك حضر غدرك هيا جمرك. Oh.